نروح لأخبار أخرى من اليوم السابع، واللي بتقول استاد القاهرة يستضيف سوبر الأهلي والزمالك بحضور جماهيري. طيب حضراتكم أكيد كنتوا عارفين إن مباريات السوبر دايما كانت بتتلعب بره مصر الفترة من، يعني قعدنا 4 5 سنين تقريبا مباريات السوبر تتلعب بره مصر، بالتحديد في دولة الإمارات العربية الشقيقة بكل تأكيد. لكن بعد ما بطولة الأمم الأفريقية نجحت وبعد الحضور الجماهيري كان مميز جدا جدا والنظام كان أكثر من رائع، سواء من خلال تذكرتي من خلال كل هذه الأمور اللي ساعدت في إخراج بطولة الأمم الأفريقية بهذا المظهر، كمان من خلال ملعب استاد القاهرة المبهر في الحقيقة، مبهر أرضية ومدرجات وكل حاجة، كل حاجة كويسة في الحقيقة يعني. فليه ما نلعبش مباراة السوبر في مصر؟ خلاص بقى الأمور طبيعية الحمد لله، وهتبقى أفضل وأفضل كمان إن شاء الله بإذن الله فيما هو قادم. فخلاص يعني تقريبا مسؤول اتحاد الكرة استقروا على إقامة مباراة السوبر التي تجمع بطل الدوري وهو النادي الأهلي عن موسم 2017-2018.